تعملين كذلك على مشروع قمر اصطناعي إلى كوكب جوبيتر، وعلى مركبة فضائية جديدة. تقولين هدفك من كل هذا مشاريع تحمي الأرض وتحمي القارة الإفريقية والعالم العربي، كيف ذلك رانيا؟ اشتغلت على القمر الصناعي اسمه جوس، جوبيتر آسيمون ساتلايت، هو القمر الصناعي اللي ذهب إلى الأقمار جوبيتر، والهدف منه اكتشاف جوبيتر. أكيد قمت بالشغل ذلك من 2016 إلى 2018، وشغلي كان على وحدة البيانات، الوحدة الأساسية للبيانات وتخزين المعلومات للقمر الصناعي، كان ضمن الحاسوب الأساسي للقمر الصناعي. هذا مشروع فخورة به لأنه كان من بداية مشاريعي، من أكثر المشاريع اللي كانت معقدة واللي كانت بداية للمشاريع الأخرى اللي قمت بها. هو مشروع حماية الأرض من النيازك، هو انه كيفاش نحاولوا نلقاو تقنيه مناسبه كيف يجينا نيزك، كيفاش نقدروا ان نبعدوه او نبعدوه من مدار الارض. المهمه هذه كانت بقياده النازا ومعها وكاله الفضاء الاوروبيه، كما منظمات اخرى ليست وحدها اكيد تشتغل على الهاجس اللي عندنا اللي يهدد الارض، الحرارة المرتفعة، الكوارث الطبيعية، الاعاصير، هذه من الحاجات اللي تهدد وجود الانسان. فنحاولوا نقوموا بأقمار صناعية، نصنعوا أقمار صناعية نحطوهم في المدار القريب للأرض، Low Earth Orbit، والهدف متاعها هي مراقبة اللي يصير، مراقبة الكوارث الطبيعية أو مراقبة الحرارة، مراقبة الغابات في الأرض، وتعطي بيانات دقيقة أو أدق من اللي كانت عنا، حتى نحاولوا إن نتجنبوا ينجم يصير أو يتطور شيء ذا يكون معناتها أخطر في الأرض.